ديري الديك كتحتفل بأصحاب القلوب الكبيرة مع ديري الديك سوميت. نهار الحد 2 دو جانفير ديري الديك سوميت غادي يحتفل بالجمعيات والمتطوعين اللي كيعطيو وقتهم، وغادي تكون فرصة جميلة باش نكافئوهم. اكتشفوا المترشحين ديال فئة المبادرة التربوية للسنة. عبد المغيث مرون، كاتب عام جمعية الشرف للتنمية. جمعية الشرف للتنمية جمعية تنموية تهتم بالأطفال وبالناشئة وبالشباب وبالمرأة، وتهتم كذلك بجميع فئات المجتمع العمرية. قامت مؤخرا جمعية الشرف للتنمية بإنشاء مكتبة حي مجانية مفتوحة في وجه عموم الشباب والأطفال وجميع المهتمين بالقراءة والمطالعة. كل مبادرة تحتاج إلى الدعم وإلى المساندة، ونحن من هذا المنبر ندعوكم إلى تشجيعنا والتصويت على الجمعية لتزيد في العطاء وتزيد في الاستمرار. السلام عليكم، إيمان الكاوي، مسؤولة على مشروع مبادرة تمكين بالمركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية بمدينة الرباط. برنامج مبادرة تمكين هو برنامج كيهدف إلى ترسيخ الفكر المقاولتي عند التلاميذ ديال الثانوي، بالضبط التلاميذ ديال طرون كومان. وهذا العام خدمنا في أكثر من 8 ديال المدن، لما بيناتهم رشيدية، خريبكا، أكادير إلى غيرهم، مع أكثر من 540 تلميذ في الثانوي، أكثر من 40 مؤسسة تعليمية، 34 أستاذ، وأكثر من 9 ديال الجمعيات اللي هما جمعيات اللي مشاركة أيضا معنا في هذا البرنامج. الى حتى انت فلاش ديال 13-14 عام كنتي باغي انه تكون عندك مقاوله وتكون حليتي مجموعه الاشكاليات الاجتماعيه في المدرسه ديالك، في الحي ديالك، في داركم، او لا في اي بلاصه اخرى، ما عليك الا تصوت علينا باش تشجع شباب انهم يخدموا اكثر على هذا المشروع. جمعيتنا جمعية ابتسابات مراكش للتنمية والتضامن، هي جمعية مراكشية كيقودها شباب مراكشي. تأسست سنة 2016، الهدف ديالها هو مساعدة الناس اللي محتاجين، خاصة الأطفال والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. من ضمن الأهداف ديالها كذلك محاربة الهدر المدرسي، حماية البيئة، ونشر ثقافة التطوع داخل المجتمع المراكشي. مبادرة أجي نقراو هي مبادرة اللي ضمن أهداف الجمعية محاربة الهدر المدرسي، كنحاولوا من خلالها نعاونوا بزاف ديال الوليدات باش يقدروا يكملوا الدراسة ديالهم، خاصة في المناطق القروية. صوتوا علينا بتصويتكم كنحققوا حلم ديال طفل يكمل الدراسة ديالو. شكون فيهم اللي غادي يفوز بالجائزة في هذه الفئة؟ نتوما اللي غتختاروا بتصويت ديالكم على ديريتيك.ma. نعول عليكم باش نشجعوهم. ديري الديك سوميت بشراكة مع دوزام. ديري الديك، دير الخير تلقاه.